يما مين معي؟ لما ركان مين معك؟ بطلت تعرفني هسه على المصاري بطلت تعرفني؟ وانت كبير اخذتهن قلت ما نهبت منك؟ بدي ترجعي العديات وانا صغير بدي اياهن معتازهن. لا ما كنتش اصرفهن. يسعد مساكم مشاهدين الكرام واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج وقف تقول لك الموسم الثاني. موضوعنا لليوم يا جماعه عن العيد. العيديه بالاردنيه انه الشاب يعيد الاولاد صغار والبنات. العيديه يا جماعه ما لهاش دخل باي تقاليد إلنا. العيديه يا جماعه انه ايام بس يا جماعه لما نرجع لاصل العيديه بنكتشف انه في فخ. العيديه يا جماعه اصلها من الخليفه معز الدين الله الفاطمي. اول ما استلم الحكم ما كانت الناس كثير تحبه، فراح شو صار يسوي؟ على كل عيد يوزع مصاري، واللي هي بمعنى اخر العيديه. بس انا الشيء اللي نفسي افهمه، مين اللي حول هاي العيديه من كانت من خليفه للرعيه، حولها من الشاب للبنات وللصغار؟ كتينا مصارينا يا جماعه. خلينا يا جماعه ننزل على الشارع ونشوف راي الشباب بالموضوع، كم كانت عيديتهم وقد ايه كانت الحجه تخبي لها اياهم؟ اوكي انا الشاب لما دخل هون عجقني. لا تكتب يلا. خلينا ننزل على الشارع ونشوف راي الشباب بالموضوع، ونسال قد ايه كانت عيديه كل واحد وهو صغير، واذا كانت الحجه تخبي لهم اياهم ولا لا. ونخليهم يرنوا على الحجة يطلبوهم منهم. قد ايه كانت تطلع عيديتك وانت صغير؟ يعني تقريبا 150 200. اللهم صل على سيدنا محمد. آه. طب الحجة كانت تخبي لك اياهم؟ والله اكثر بحدود 3 سنين 4 سنين يقولوا اعطوني احنا بنخبي لك لقدام وهياتني لحد الان بعد مش الله جبر؟ الله جبر. طب ماشي اسمع بدي اياك ترنى الحجة. اها. دولها ترجع لك اياهم. نبشر. الله يخلي لك اياها طبعا. الله يسعد قلبك. هسه هاي راح تصير عليها مسائلة قانونية. والله بجوز 30 ليرة. والله ممتاز. 20 30 20 30 حلو ممتاز. طيب اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إما كانت تخبي لك إياهم؟ آه أكيد. طب اسمع بدي أكثر من الحجة قول لها يما أنا محتاج المصاري رجع لي إياهم. ولا يهمك. يلا كفو. الله يستر. خالص صديق أنتم من بطلتوا. خالتي ردي يا خالتي يستر عليك. خالتي مشان الله أنت مش عارف شو وضعي حاليا. راح ترد. ماما كيف حالك؟ الحمد لله كويس. بمناسبة انه اجى العيد متذكرين قديش كنتوا تاخذوا عيديات مني وانا صغير؟ صرت تقولوا راحوا ضاعوا. بدي اياهن. والله والله بدي اياهن. حجيت مصاري بدي اياهن. والله انك يما. ايوه يما كيف حالك؟ الحمد لله. يما بمناسبة العيد بدي العيديات اللي كنت تضبي لي اياهن وانا صغير. في عيديات كنت تضبي لي اياها وانا صغير، كنت ما تعطينيش اياهن، بدي اياهن هسه. ان شاء الله. الشغله اللي بعطيك اياها لا انا بدي اياهن تعطي وانا صغير كنت تعطيني اياهن، محتاجهن هسه حاليا. لا ما كنتش تصرفهن تاخذ فوقهن. لا ما كنتش اصرفهن. لا انت كان تعطيني شيء. لا يا امي، انا كنت تاخذيهن وتضبيهن، صح ولا لا؟ انا هسه بدي اياهن. ان شاء الله في احلامك هاي. بدي العيديات اللي كنت تعطيهم اياها اللي كنت تخبي لي اياها وانا صغير. ماشي حاضر. هاي يلا انا مروح اخذها. حاضر. كم بدك تعطيني؟ قد ما بدك. مين فيكم كفو يرن على الحجه يقول لها رجعي لي عيدياتي وانا صغير؟ انا برن. يلا. لا هاي شغله ما اقدر لهاش. الا الرقم المطلوب لا يمكن الاتصال به. لا يمكن الاتصال به حاليا. بدي ترجعي العيديات وانا صغير بدي اياهن معتازهن. ايه خلص شوفي. بقول لك بدي العيديات وانا صغير معتازهن هسه. شو العيديات انت صغير؟ اللي لميتهن واللي اخذتيهن مني بدي اياهن. انا شو فيك تسمش بدني؟ انا بقول لك بدي العيديات وانا صغير بدي اياهن ترجعي لي اياهن. اللي كنت تحوشي لي اياهن. اللي كنت تحوشي لي اياهن وانا صغير. طيب بدي عيدياتي وانا صغير كنت اجمع لي اياهن. بدي اياهن. انا كنت اجمع لك يا لوح مش كنت تاخذين مني؟ مبرد وجهك. اسمعي بدي اطلب منك طلب. انا مش قادر اطلب. السلام عليكم. السلام شلونك؟ حياك الله. شو اخبارك؟ اخبار السلام والله. يابا اسمع. تذكر عيديات زمان لما كنت تخبي لي اياهن انت؟ العيديات عيديات زمان اللي ضحكتوا علي بيهن اللي اخذتهن وغرشت عنهن. مين معي؟ زمي ركان. مين معك؟ بطلت تعرفني هسه على المصاري بطلت تعرفني؟ شو هاي تتهبلش جد. بقول يما بدي العيديات تبعاتي. عليك يما يمكن فوق ال 100 ليره يما تقول لي تحوش لي انا وانا صغير. وين هين؟ الو. يابا شو مالك؟ يابا ولا شيء بنمزح يابا بنمزح. وانا كان نشتري يومين
انت شو مالك بدك ترجع لي اياه ولا شو؟ اسمع انا بي معي ناس وبدي العيديات. بدي اطلع عطش. شو مع السلامه بدك تعطيني انا ولا شو؟ والله يما اخذت انو زياده انا اخذت عيدياتك وزياده. متى اخذتهم؟ وانت كبير اخذتهم. قلت ما انا هبت منك. ايوه وانت علي. طيب المهم بدي منهم 10 مرات. بدي عيدياتي وانا صغير. طب بدي عيدياتي وانا صغار. 10 مرات بس. ولا بحكي لك اقسم بالله انت اللي لازم تدفعني 100 سنه لقدام. مطوم خلص يا ماما ماشي.